دلوقتي انا هعمل الرز، انا بحب اقدم مع اللحمه بالشكل ده، بحب اقدم معاها رز بسيط جدا جدا ولكن طعمه بيكون حلو قوي. مقادير الرز هقول لكم عليها وبعدين نشتغل فيها. مقادير الرز ايه عندي؟ 4 كوبايات رز بسمتي، كيس خضار مشكل مجمد في اي حاجه، اي خضار، ملح فلفل اسود، 4 كوبايات ميه، زبده زيت، وكمان فلفل اسود وحبهان بودره. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هنا انا عندي الحل. هنا تعالوا نجيب المقادير عندنا هنا. اول حاجه هحطها الزيت الاول، اوكي، وبعدين هنحط الزبده. ننزل عندي هنا بالزبده. بتعملي الرز ايه بقى جنب اللحوم يا شهيره ولا بيبقى ابيض؟ برضو الغالب بيبقى ابيض. برضو انا كمان بحب قوي الابيض. بصوا بقى، انا حطيت الملح الزيت والزبده، وبعدين هحط ايه الخضار اللي عندي. احب كيس جدا خضار مشكل يعني، عادي جدا. بحب قوي يا جماعه اقلب الخضار في الزبده واحط عليه رشه فلفل اسود ورشه ملح، تمام كده؟ تمام. وبعدين اقعد اقلبه. اصلا ريحته في الزبده بتطلع، يعني الخضار اول ما بنقلبه كده في الزبده بنلاقي ليه ريحه حلوه قوي، وكمان الخضار بيستوي معانا وبياخد سوى الرز بالظبط. يعني هي الفكره ان انا بحط كده. معانا فريد؟ يا فريد، يا استاذ فريد. ده بابا. نعم يا روح بابا. يا حبيبي يا بابا، معقوله يا ميسون تقولي لي معانا فريد كده؟ ده فري. مش مشكله ده فري يا ميسون، حبيبي يا بابا. ازيك يا حبيبي؟ اذا انتوا الاثنين حبايبي يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي. فيفيان بتقعد تعمل لكم الاكل يا استاذ فريد بقى على طول، طبعا هي تخصص الاكل. طبعا طبعا طبعا. حبيبي يا بابا. بتحب منها ايه يا استاذ فريد؟ انا اللحمه البارده حبيبي، الخضروات حبيبي. بابا بقى اللي معلمني حب الخضار بجد يعني. بابا اكتر حاجه يعني بيعملها ان هو خضار، يجيب خضار خضار خضار. ماما تقعد تقول انا هغسل كل ده. فيتامينات. حبيبي يا بابا، نورتني يا بابا، ربنا يخليك لينا. وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، ودايما منورين القناه، وانا اشكر كل القائمين عليها. يا رب يوفقكم كلكم وتبقوا القناه العالميه على مستوى العالم. حبيبي يا بابا، بدعاك يا حبيبي، ربنا يخليك. بتاعكم ومحبتكم يا رب، وربنا يمد ايده قبل ايديكم. حبيبي يا بابا، ربنا يخليك، نورتني يا بابا. سلمي على ماما. والله انا مشارك كتير قوي قوي قوي. الله يسلمك يا استاذ فريد، الله يسلمك. كل سنه وانتم طيبين يا رب. حبيبي يا بابا، ربنا يخليك لينا يا رب. فري يا ميسون، تقولي لي فري على طول اعرف. ربنا يخليك يا بابا، ربنا يخليهولك. بص انا عملت ايه عشان بابا بيكلمني. انا بكل اللي حطيته بعد الخضار، ملح وفلفل اسود، بودره حبهان، وبتبقى حلوه جدا 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 بودره الحبهان هنا في الرز ده. وبعدين حطيت الرز وحطيت الميه. بحط الميه لما باجي اعمله بالخضار اقل من اي ليه بقى؟ الخضار بينزل ميه. فهنا 4 كوبايات رز يبقى 4 كوبايات ميه بالظبط، ما بحطش اللي هي كوبايه ونص بقى وكوبايه، هيستوي وهيبقى تحفه. خلاص كده خلصنا. عملنا ايه؟ عملنا الرز، طبقين عظام، عملنا تريبيانكو في اقل من 20 دقيقة. ايوه، وما خدناش وقت، وده اللي احنا متعودين عليه. خلاص، وهيطلع طعمه رائع بالطريقة بياخد دي. وقت قد ايه في الفرن؟ ساعة ونص. ساعة ونص، يا اما ساعة على البوتاجاز ونص في الفرن زي ما انا قلت لكم. تمام. يا اما ساعة ونص متغطي وبعدين اكشفه ياخد بس لون. تمام. والصوص اللي هينزل منه اهو، بصوا الخضار بتاع العرق اللي انا حطاه، العرق تريبيانكو ده الخضار بتاعه. بسرفزه بقى في ايه؟ بحطه هنا في النص واحط ايه الرز حواليه، والصوص بتاعي الحلو ده بعد خلاص ما داب وبقى جميل هروح عامله ايه؟ اوكي، هروح بقى واخداه كده وحاطه بقى هنا ايه، استني بس كده نظبط الدنيا هنا. اروح جايبه بقى دي وغرفه هنا
اهي الصوص. الصوص ده بقى ينزل سيه بس الايه الجبنه لسه عايزه تدوب شويه بس عشان احنا مستعجلين معلش عشان الوقت بقى وكده. دوبوها انتوا، انا عارفه ان انتوا شاطين وهتعملوها حلوه قوي. مش عايزه اقول لكم بقى الصوص ده وهمي تحفه يتشرب لوحده اصلا. هتجربيها؟ طبعا بجد اكيد. ماشي. بس انا ما بحبش اللحمه البارده قوي بس والله يعني بس انا ممكن اجربها يعني. استني بقى هقول لك على حاجه. احنا نجيب معلقه ونعمل ايه بقى؟ نجيب بقى الصوص الحلو ده ونحطه أوكي. على ال بصوا بقى شايفين، بصوا بقى نروح حاطين كده يا بقى مش عايزه اقول لك على الطعم. نشربه بقى كده بيبقى طعمه حكايه اكيد. لا طحفة. هو ريحته باينه اساسا. شم ريحته. ريحته حلوه قوي. بصي ممكن ناخد بقى من الصوص ده كمان على الرز كمان. ايه رايك بقى مستر طلعت كده اي خدمه. واروح ايه حاطه كده بس شويه علشان بس عملنا صنفين من سفره الكريسماس الرأس السنه العيد مش اي حاجه. عايزه تعملي عشاء حلو كده شايفين الحركات بقى ميري كريسماس ومش عارف ايه والزينه سفره جاهزه هنا ولا والتوكه حلوه. لا حلوه. وسفره بسيطه جدا جدا بس مكلفينها حلو وظبطينها حلو. اوكي تمام. عجبتك بقى؟ هتجربيها؟ حلوه جدا. طيب. هستناكم بقى تجربوها انتوا كمان وتقولوا لي رايكم وبعدين هعرف مين شهيره. بصي بقى احنا اكلنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. فاصل ونرجع تاني لفقره التغذيه بقى والرشاقه والحاجات الجميله بعد الحاجات الجميله. مفيش دونت نكست هنستناكم.